وللوقوف على بيان هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن التجاوز على جامع الشيخ الجيلاني، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة دكتور عبد الحميد العاني. أهلا بك معنا دكتور عبد الحميد. حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا بكم دكتور عبد الحميد. أصدرتم في الهيئة بيانا بشأن التجاوز على علم من أعلام الأمة وعدم التصدي لهذا التجاوز من قبل الوقف السني. بداية، لماذا هذا الضعف من الوقف السني تجاه هذه القضايا التي تعتبر حساسة والتي تمس مقدسات المسلمين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين. حقيقة هو التساهل ليس في هذا الموقف، وإنما في مواقف متعددة منذ بدء الاحتلال حتى اليوم. فقد تعرضت رموز الأمة ولا سيما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعتداء، بل هنالك انتهاكات كثيرة ومتعددة لحياة الإنسان ذاته، وفضلا عن ما كرامة الإنسان وأمواله وغير ذلك. فجميع هذه الأمور، فقد وقف الوقف للأسف موقفا منحازا بسكوته إلى هؤلاء المجرمين، وذلك خشية على المناصب التي يسيطر عليها ويأتمر بأمرها هؤلاء، قياسا لتلك الأحزاب الفاسدة التي تسلطت على رقاب أبناء الشعب العراقي. نعم، هذا الموقف المتخاذل من الوقف السني لم يكن الأول، يعني إلى أي مدى ترى أن هذا التخاذل يؤثر بشكل مباشر على السنة في العراق، بما أنه من المعلوم أن كلا يستمد قوته من قيادته ومرجعيته؟ يعني نحن نعلم، وكما ذكرنا في البيان، للأسف المشاكل هي متداخلة ومتعددة ومرتبطة بعضها ببعض. جميع هذه المشاكل بما فيها هذه القضية، قضية التعرض لرموز الأمة ومقدساتها وغيرها والسكوت هنا، كلها مرتبطة بقضية المحاصصة. فالمحاصصة التي باتت تسيطر على جميع مفاصل الدولة في العراق من أصغر منصب إلى أعلى، هي التي باتت سببا رئيسيا وراء ارتكاب الكثير من الانتهاكات، سواء على هذا الصعيد أو على الصعود الأخرى. فهذه الأحزاب التي تتقاسم المناصب بناء على المحاصصات المحددة لها، كل جهة وكل حزب يقوم بالتستر على من يكون مواليا لهذا الحزب ومن يكون منتسبا له، وهذه الوزارة وتلك وذلك الكرسي وغير ذلك. نعم، أيضا يعني إلى أي مدى ترى أن تسييس الوقف السني أثر على مواقفه بطبيعة الحال، ومن ثم دوره المنوط القيام به؟ هو فرط في الكثير، فرط في دوره الأساسي هو المحافظة على الأوقاف، أوقاف التي تركها الواقف لرعاية شؤون محددة، وهذه الأوقاف باتت اليوم منهوبة سواء من قبل بعض العاملين في الأوقاف ذاتها أو من الأحزاب الأخرى. فباتت الأوقاف اليوم نهبا لهؤلاء الفاسدين، وكل ذلك كما قلنا قبل قليل قضية مرتبطة بقضية المناصب وبيعها وشرائها والمحاصصات. فالمصيبة في العراق مصيبة كبيرة ومرتبطة بعضها ببعض. هذه المواقف دكتور عبد الحميد، يعني هذه المواقف المسكونة بالمصالح السياسية، كيف أثرت وتؤثر أيضا على توازنات القوى داخل المجتمع العراقي برأيك؟ يعني هذه القوى السياسية التي هي اليوم ليس لها، طبعا لا يوجد لأي قوة سياسية موجودة اليوم في هذه العملية مشاركة في هذه العملية، ليس لها برنامج سياسي لخدمة الناس ولا لخدمة البلد، وإنما كل جهة من هذه الجهات تحرص بالدرجة الأولى على رعاية مصالحها أولا، ثم من بعد ذلك رعاية المصالح الأسياد، وهي أمريكا صاحبة المشروع الأول والأخير، وجارة السوء إيران. لذلك كل ذلك أثر على جميع المفاصل العراقية، والمتضرر الأول والأخير هو أبناء الشعب العراقي الذي فقد جميع مصالحه وبضاعت كل حقوقه، فضلا عن الانتهاك الأكبر وهو حياة الناس وأمنهم
إلى جانب الانتهاكات الأخرى. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.